الأخوات، نحييكم من محافظة البكيرية، حيث يتواجد ميكروفون القافلة الآن في مكتبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الخيرية بمحافظة البكيرية. ومعنا الآن مدير المكتبة الشيخ ناصر بن محمد الخزيم. نرحب فيك شيخ ناصر، وفرصة سعيدة أن نلتقيك في البرنامج. بل أنا أسعد منكم بالاجتماع الحقيقي والرؤية، رؤياكم هذه ما لها عدل عندي شيء. شيخ ناصر، كما قرأت عن المكتبة قبل التسجيل من خلال كتيب صغير أمامي، وأيضا كما سمعت من بعض أعيان المحافظة أنها أنشأت منذ أكثر من 20 سنة وتحوي بعض الكتب النادرة، ويرتادها الكثير من طلاب العلم من الجنسين، وأيضا تنافس في هذا بعض المكتبات في المحافظة. نريد الآن أن نتحدث عن فكرة إنشاء هذه المكتبة وما تحويه من كتب. هو أنشأها، أنا كنت أشتغل بالمعارف مدير مدرسة، وعن لي أني أعمل عمل خيري أجده في الدنيا والآخرة لي ولوالدي، فقررت وتشاورت مع الأخوان والمشايخ وأيدوني على هذا وأنشأت هذه المكتبة، وقامت بمقام قليل، واتصلنا بالشيخ سليمان الراجحي، والشيخ سليمان الراجحي ما قصر، قام وزودنا في المبادئ الحاجة، وبعدين المبنى هذا بناه على نفقته لنا هنا للمكتبة، واستمرنا بالعمل. زرنا الأخوان وزرنا المشايخ كلهم بالرس، الشيخ مباز والربع، وكلهم حظونا على هذا بعد ما فتحنا، لأن تدرست على الشيخ، أنا درست عليه قبل، وهذه الطريقة هذا السبب. أنشأت عام كم المكتبة؟ عام 1095. 95 هجري. هجرية 95 هجرية. قبل إنشائها كنت تشتغل في التعليم، عملت تعليم، كنت في التعليم، آخر ما درسه في مدرسة السعودية بالكرية، تركتها واشتغلت في المكتبة. طيب، من عام 95 حتى الآن، حدثنا عن محتويات هذه المكتبة، عن الكتب النادرة فيها وطريقة التبويب فيها وتوزيع الكتب. التبويب على نظام ديوي، ديوي عالمي، في كل فن من الفنون على حدته، ما في دخل بالثاني، وما ضباط وما رسام من اي ناحية، من اي ناحية نظامية موجود، وفيها ما يقارب والله اعلم 20,000 عنوان، لان مستودع مسكوك فيه 20,000 عنوان تقريبا. نعم، مدير الشؤون، وزير الشؤون الاسلامية يوم يجي القصيم وزاره الحقيقة، وتفكر وغريبه وثنى عليه وتكلم عنه حتى بجد. لو تقرب شوية يا شيخ، لأن أنا الميكروفون بعيد و... طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى شيخ ناصر، يعني نتحدث عن أهداف هذه المكتبة بما أنها عمل خيري في الأصل. أهداف طال عمرك هو خدمة المجتمع، سواء كان ذكور أو إناث، لأننا مريحين المجتمع من جميع النواحي، ولا في مواد أو طلب مادة أو شيء أو أخذ أو تثمين شيء، حنا عن طريق ناس عندنا أم ناس رجال أبطال وحريصين، وهم الذين يمنون المكتبة بدون أي شيء على نفقتهم، على نفقة المحسنين. أما أنا فمثل ما أشرح لكم، على لوجه الله، ما في يعني لا مرتب ولا راتب ولا شيء، ومستمرين على هذا ما دمت نستطيع. طيب، لا زالت الآن المكتبة، لا زال تأتيكم هداءات الآن من الجامعات، من العلماء، من أكثر ما يجينا من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وتجينا كتب علمية، هي مجلات لكن كتب علمية. لاحظت أيضا أثناء جولتنا في المكتبة أن هناك قاعات مخصصة للبحث، ماذا عن من يريد الاستفادة من البحث داخل المكتبة، أو يريد أن يستعير كتاب من خارج؟ هذه كلها واردة، كلها واردة، نعيره واللي يجلس يجلس، واللي يعير يعيره لمدة أسبوع، وإذا أنه تم الأسبوع ما جاء ورجع المكتبة ويجدد أسبوع ثاني. أوقات العمل في المكتبة على طوال اليوم ولا؟ الساعة 8 صباحا حتى أذان العشاء الآخر، عدا بعد الظهر يعني. طيب، من خلال ملاحظاتك بصفتك متواجد في المكتبة، أغلبية زوارها ممن؟ من عام القصيم، من البكرية ومن بريدة ومن عنيزة ومن الرس ومن البداية، كله والخبرة ولا خبر كلهم منها، حتى البحوث يجونها ناس. طيب شيخ ناصر، يعني ما هي وجهة نظرك الآن في إقبال الطلاب على العلم؟ هل اختلفت عن السابق؟
والله ما هو واحد الآن، طلب أحد أحد قريب وأحد بعيد، يعني ما هي مواظبة كاملة، لكن فيه زور طلاب الآن موجودين وأكثر يعني هنا، وأكثر تحضيرهم بدأ. لكن البعض الآن انصرف للعلوم لنقل الأسهل، لم يعودوا مثلا يحرصون كسابق على العلوم، تبحر مثلا في الأصول، العلوم القرآن والسنة وما شابه. على كل حال هذا طريق سليم، ورغبوا في الأصول أحسن، الحين تركوا الشريعة أكثرهم من الحصول في أصول التوحيد أصول الدين، وعلى كل حال كل مادة طيبة يعني حسنة ما فيها شيء. طيب ننتقل بالحديث إلى نقطة أخرى، شيخ ناصر، كونك من أعيان وأبناء هذه المحافظة، من تذكر من أبرز علماء هذه المنطقة؟ أولهم طال عمرك فضيلة الشيخ عبد العزيز بن سبيل، ثم طال عمرك الشيخ محمد بن مقبل، وهو قاضي بالكرية واللي هو أصله من أهل البصر، الخبوء من أهل الخبوء يعني، وفيها طال عمرك الشيخ صالح الطسان إلا أنه من أهل الرس، هذول فطاحل يعني علماء كبار. وفيها الشيخ محمد السبيل إمام الحرم الآن، مرض طالب علم جليل، وفيها مجموعة كبيرة من المشايخ، فيها الشاوي صالح رحمة الله عليه، كان ولده محمد بن رياض بالعدل، محمد صالح الشاوي أفضل بالعدل، هو كان برضه ولد للشيخ، وهذا عالم جليل بالحيل. وفيها سلمك الله الشيخ سليمان الصاعق زعيم، والشيخ محمد الصاعق زعيم، كان قضاء محمد الصاعق قضى بالرس، وبعدين قضى بعنيز، وقضى بالمذنب، وقضى بالخفر، ورجع يعني. ما هذول القضاة يعني، انما قضاة واجد، لكن هذول البارزين. شيخ ناصر، انت يبدو لي من خلال اهتماماتك العلمية عاصرت المراحل الأولى للتعليم، ونحن هذه الأيام نستذكر تلك الفترة وكيف كان الآباء والأجداد يتعلمون في الكتاتيب، ومن ثم انتقلوا إلى مرحلة التعليم في المساجد، ثم بعد مجيء التعليم الحكومي. كيف ترى هذه النقلة الكبيرة في التعليم؟ و أثر أثمرت إثمار هذا الشيخ عبد الله، الله يغفر له، الشيخ عبد الرحمن عبد الله الخليفي إمام الحرم، والشيخ عبد الرحمن السالم المقرديس، هذول قائمين قوم يعني علمية، ما ورجل علماء وفطاحل يعني إلى آخر حد، القائم كلهم عاد راح وتوف الله يحسن. طيب نتحدث عن هذه المحافظة، محافظة البكرية، كونك أحد أبنائها، احكي لنا عن ماضيها وكيف. ما أقول ماضيها جيد، كلها يعني بلد علم وعلماء، لكنها الآن أقل من أول، كان فيها علماء. الشيخ محمد المزفل أنا يعني من اللي طلبوا عليه، يجلس عليها 4 حلق، كل واحدة ورا الثانية، لأن يعني رجل صالح وكبير السن الله يغفر له، طالب عالم جليل. ما تغيرت عليك المدينة الآن أو المحافظة؟ أبد ما تغير، اللي تغيرت بالبنيان، ما كانت ولا شيء، كانت ما يعني غير بعد المجلس ما فيه مباني هنا، لما البنك بدأ البنك هنا. طيب حدثنا أيضا عن عادات والتقاليد المشهورة عن هذه المحافظة وتختلف فيها عن المحافظات الأخرى في القصيم. من أي يعني؟ يعني أسمع مثلا أنه من ضمن العادات الجميلة، العادات الاجتماعية، أنه المهور هنا تتميز بأنها أقل عن بقية المحافظات في القصيم. والله نعم، يعني أقسام، أحد قليل وأحد شديد، ما هو واحد. أي نعم، يعني ما في شيء يميز. والحريم كثر التراب، مليان تم مدارس والله مليان تم مدارس، عندنا يمكن حول 10 كلهم مليانات، وبروح أنا عمارة راحت، لكن وهذا الشيء الحقيقي أبا، وحتى الشرف والله. الرسول يقول يا من جاءت إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، قالوا وإن كان فيه يا رسول الله، يعني لو ما هو بك. قال إذا أتاكم من ترضون دينه وزوجوه فزوجوه، قالوا وإن كان فيه، قال يا من جاءكم من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة عريضة. اي لكن يقولون يا شيخ، نرجع لموضوعنا اللي قبل شوي، يقولون ان اهل القصيم يعددون اكثر من غيرهم من المناطق الثانيه، وش رايك انت؟ يعني مشهورين بالتعدد اكثر، يقولون في النساء بحكم انه الاصل التعدد كما يقول بعض العلماء. صحيح، هذا صحيح، اقول اغلبهم مثل ما قلت ما يقل عن ثنتين. ليش طيب؟ هذا رغبه، رغبه الذريه وكذا، يا رب ما تكون.
طيب نعود للمكتبة قبل ما نختم لقائنا معك شيخ ناصر. أنا لاحظت أثناء تجوالي في المكتبة أنه هناك ركن خاص بإهداءات من بعض الأخوان، فيه إهداء من أمير الهلالية يبدو لي، أو الهلالية هو الشيخ عبد العزيز بي القاضي البكري رحمة الله عليه، وأمير الهلالية إبراهيم الله يغفر رحمة الله برضه مكتبة كبيرة، والشيخ سليمان الصالح عزيم رحمة الله عليه، وفريق صالح المحمود، إلا أنه جاب هو بعض القسم منه وتوفي ولا جاء الأخير، وهم ما رجعت تجي أو ما تجي. وانت حاليا شيخ ناصر لازلت إمام للجامع الكبير في البكرية؟ نعم، من عام 86 وأنا لا أزال موجود يعني. نعم. إذا أغلب وقتك ما بين المسجد والمكتبة. أي ما أروح وين أروح. طيب فرصة سعيدة أن نلتقيك، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق وطولة العمر، وشكرا لك. عندنا الابن محمد، محمد طال عمرك يروح ويجي، أو سلمك الله وكيل مساعد لشؤون الحرمين المكي والمدني، وهم أقول رجل متثقف متعلم الحمد لله، وأي شيء جديد يرسله من هنا، حنا نسدد على تواصل، حنا نسدد فيه. نعم. طيب فرصة سعيدة وشكرا لك يا شيخ ناصر. على كل يال الشكر لله ثمركم على قدومكم، احنا الفخورين الحين. الله يبارك. بس لو انكم خليتوا المرضى عندنا المحل. ان شاء الله. شكرا اعزائي باسمكم لضيفنا في الدقائق الماضية الشيخ ناصر بن محمد الخزيم، مدير مكتبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الخيرية بمحافظة البكيرية. التقينا ضمن توقفنا في المحافظة ضمن جولات قافلة الإذاعة. شكرا لكم، والآن ننتقل إلى محطة أخرى.